فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ورد في الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، هل هذه الرؤية كرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأحسن صورة، هذا في الحديث الصحيح. والله جل وعلا يرى في المنام لمن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه يراه في النوم، ولا يحصل هذا لكثير من الناس، إنما يحصل لبعض الناس، الله أعلم. والرؤيا حق يا أخي. نعم.